راح نتابع محطاتنا وضيوفنا اليوم موجودين معنا ليخبرونا عن مهرجانات ايضا موجوده بعدد من المناطق اللبنانيه اللي عم بتعم كل لبنان، بس اليوم بالتحديد رح نحكي عن منطقه الشبانيه. اليوم معنا باستوديو عالم الصباح اليشا الهوب من منظمي الشبانيه فيستيفال، وايضا معنا ميشيل كفروني وهو ايضا من المنظمين. الي وميشيل صباح الخير. صباح النور، واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. فينا نخبرنا قبل المهرجان شو كنا عم نحكي؟ انه رجال كيف، لانه كنا عم نحكي عن رجال الخمسين، هلا انت فيك تحكي عنهم. قول قديش عمرك ميشيل؟ 25 25. مش اللي قلت له انت مجوز؟ قال لي لا. قطع قلبه قطع قلبه بالكانو شر لابد منه يعني. انت دغري كمان بلشتي فينا انه الرجال المناح انقرضوا قطعتينا قلبنا. مش انقرضوا بس المناح اتاخذوا بس خفوا او برات البلد. صحيح مظبوط. هيدي هي الفكره. واذا شباب بعضهم هلا عم بياسسوا هالقد بيخافوا من الزواج، بس بدي احملكم مسؤوليه لكم كمان. شو لك يعني اذا انقرضنا وقاعدين بالبيت؟ بسببكم انتوا لازم تعملوا لنا موتيفيشن. يا لطيف بسببكم. خلينا نفوت بالمهرجان احسن ما نخسر بعض. اول ما هيك دغري الي، منطقه شبانيه منطقه كثير حلوه اكيد، وحلو انه عم تشوف كل منطقه عم تقدر تشتغل على حالها لحتى تعرض نفسها اذا فينا نقول. صحيح. يعني مش صحيح. بس على الصعيد السياحي انما ايضا على الصعيد الثقافي. صحيح. ومهرجانات عديده كمان عم بتصير توصل لعندها. خلينا نحكي عن هالمهرجان، كيف عم تشتغلوا عليه وكيف عم تحسوا انه يعني من سنه لسنه واحد بده فعلا يقدر يطور مهرجانات، لانه اسم الله موجودين بكل المناطق، يعني المنافسه صعبه. فعلا فعلا ايه؟ فعلا هيك. اول شيء بدي صبحكم وصبح الموراء اللي عم يشاهدونا. يا اهلا وسهلا، وبدي اتشكركم كثير على اهتمامكم ومتابعتكم للاحداث. نحن السنه الماضيه كنا هون مع زميلي لإلك كمان. نعم. الايفنت هو فكره بلشنا فيها نحن ورئيس البلدي استاذ كريم سركيز، هو على طول بيشجعنا ودعمنا كمان يعني بالمناسبه. وقت بلشنا بالفكره بلشت انه سهره ورقصه وغنيه وكذا، بلشت تتطور، بلش شيء ثقافي، شيء للاولاد، شيء هلا طامعين طبعا نعمل قصص اكثر. برافو. بس المنافسه بلبنان صارت كبيره، لاحظناها كثير. نحن اللي مساعدنا اللوكيشن تبع المنطقه. اكيد بتعرفي حضرتك شبنيه والغابه، منطقه حلوه بقلب الغابه مميزه. وراح احط براكتس هون وخبري خبري، اجى لعنا واحد بده يجرب يشترك، قال لي كنت بنشعي وبالعاصي وهون وهون، بس ما كنت عارف انه في جني بلبنان هون. فعلا المطرح كثير حلو. النشاطات هي موسيقيه ترفيهية للأولاد بنوع خاص. عندنا المساحة كبيرة للكامبينج اللي هاي كتير بتشجع، اللي بلشنا فيها من امبارح. ايه. وعندنا الال اي يو، هلا ميشو بيخبر عن الال اي يو أكثر مني لأنه هو كمان بيعمل كل الإيفنتات وهو تلميذ الال اي يو. نعم. بيعملوا ستار جيزنج، كنا امبارح عندنا البري اوبننج إذا بدي. نعم. كانت لإلهم بالاتفاق مع الناس، رح أتركها هو بيشرحها أكثر بالنسبة للموضوع. وعنا اورينتال نايت، يعني بنحكي دغري على البرنامج. لا خلينا ننقل هلا شوي شوي ونرجع لك نحكي. صحيح. منفصل البرنامج كله معك بعدين الي. ميشيل مثل ما ذكر كمان هون الي انه في شغل كمان من الشباب، لانه كمان في تعاون مع جامعه الايو. بقى هون لما بنشوف كمان انه بلش يذكر النازا ويذكر كمان ستار جيزنج وهيك، بنحس انه في شيء كمان حلو كثير عم بيصير يمكن مختلف عن المناطق الاخرى. مزبوط. خلينا نخبر المشاهدين عنهم كمان. هلا هو الستار جيزنج اذا بدك هي يعني مثل بروجرام او شيء هيك نشاط عم بيصير، هو مش يعني صار له مش كثير زمان، صار العالم عم تعرف عنه. نعم. اكثر. وكل ما نقول ستار جيزنج العالم عن جد عم بتكب حالتها تروح تشوف الكواكب والقمر والنجوم، يعني شيء كثير حلو. سو انا بس كنت بدي شغله انه نحن الغابه عندنا هي one of the largest green spaces in Lebanon. هي اللي هي اكثر من 39,000 متر مربع تقريبا. سو امبارح بالبري لانشينج تبع الايفنت تبع الشبانيه فاست اسكيب ذا مود، كان في حوالي اكثر من 600 شخص جاي بس خصيصا للستار جيزنج. كان في معنا اكيد اللي هي الاسترونومي كلاب تبع جامعه ال اي يو مع سكاي اوبتكس اللي هي منظمه من النازا. امبارح كان طقس بيعقد، يعني كنا قبل بليلتين عم نحضر عن جد عم نصلي تا يكون الطقس بعقد. بعثوا لنا ايميل قلنا انه حطوا ايديكم بمي بارده وطمنوا الطقس حيكون بعقد، وامبارح عن جد كان يعني بري لانشينج بعقد وكان كثير حلو. سو 600 شخص عم بتقول قدروا يشتركوا بهالستار جيزنج، يعني كنتوا عم بتامنوا لهم كل الوسائل حتى يقدروا يستمتعوا بحركه الكواكب. كان في اراوند 3 تو 4 تلسكوبس اول اوفر هيدا، عم بيشوفوا النجوم، عم بيشوفوا، شفنا مارس، شفنا فينوس وشفنا كمان
القمر كان عم شوف كمان القمر كان, كان هو كان واطي كان واطي شوي بس كان عم يضوي وفي فينوس كمان شفناها. فإذا يعني هون حلو كثير انه مثل ما عم نقول انه عم نعرف الناس كلها على اشياء بيحبوا يشوفوها بس بالعادي ما بيتسنى لهم وبمكان كثير حلو اللي هو الغابة. كان في كثير عالم جاي من كل انحاء لبنان على جد يعني التليفونات ما كانوا عم بيهدوا والفيسبوك والانستغرام جايين باصات من طرابلس ومن يعني من الشمال ومن الجنوب باصات كرمال خصيصا يعني الستار جايزنج. وحترجعوا تعملوا كمان ليله ثانيه ستار جايزنج؟ لا هي كانت خصيصا ليله امبارح بس اللونشنج امبارح مزبوط. كان واليوم يعني ابتداء من اليوم لنهار الاحد في برامج يعني مشكله هيك يعني كرمال نحن بنحب الكل اكيد بنقوله اكيد وبرنامجها مشكل من اورينتال لويسترن لفاميلي داي هلا بنحكي عنه بالتفاصيل اكثر اكيد هون اليفه. اذا خلينا نفصل البرنامج اللي راح يكون يعني ابتداء من الليله. الليله عندنا بنبلش الساعه 4 في مساحه كثير كبيره للاولاد انفليتبلز ودور شوي على الاسعار، الاسعار جدا مدروسه اصلا. الايفنت كله سوا لا يبتغي الربح يعني رئيس البلديه حتى ما بيسمح لنا ناخذ دخوليه عندنا في انترنس 100% طبعا بده اللي بياكل وبيشرب بس السهره حتى الليله حتكون فري 100%. شو هي السهره الليله؟ سهره اورينتال رح نتركها شوي مفاجاه 12 شاب وصبيه. اي ساعه رح تكون؟ رح تبلش الساعه 9 وعندنا كمان في كلوب مدرسه بتعلم الرقص بالمنطقه رح يجوا كمان يرقصوا هيب هوب و اورينتال كمان الليله. وبكره عندنا طبعا بالاضافه للاكل عندنا الفود تراكس. هلا المشاهد اللي عم يشوفون الناس هن من السنه الماضيه مش من السنه اكيد 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 مرقناهم بس ياخذوا فكره عن المساحه والكامبينج. الكامبينج ماشي من امبارح نون ستوب اول ذا واي للتنين. كم خيمه يعني عم بيكونوا موجودين؟ عندنا 100 خيمه حاليا. 100 خيمه نحن بنأجرهم كمان مثل ما ذكرت المصاري مش كثيره ومي اي انسان في يجيب معه خيمته. مأمن حراسي وميوزك اول ذا تايم يعني كل وسائل الراحه حتى موجوده. حطب للتدفئه كمان حتى الحطب مأمنين لهم حطب نحن جايبين لهم اياه مقطع مخلص بمناطق معينه يعني نحافظ على البيئه يعني كمان. اكيد بكره رح يكون عندنا 5 دي جيز بده يلعبوا كل النهار طبعا من الساعه 4 بعد الظهر ان شاء الله الاربعاء بكره ان شاء الله ان شاء الله هيك خاصه وانه ما في سكن حواليكم يعني لا ما في سكن كلها بقلب الغابه خذوا للخمسه سته حتى الصبح حتى السكن الموجود مشجعين مبسوطين في شغله كثير لفتت لنا نظرنا بس بلشنا قديش الناس معطشه وبحاجه يعني بتشوفي ناس بالايفنت انا شخصيا ما كنت بفكر بيجوا يعني مش لانه مش احسن انه احسن مني اكيد بس انه انت يمكن ما عندهم اهتمامات هالشيء فجر اهتمامات الناس الكبار والصغار قديش نحن الشعب اللبناني بحاجه لقصص ترفيهيه يعني اكيد قصص سياسيه مش رح نحكي فيها خليها لاصحابها ابدا ما بنحكي فيها خلينا بالاشياء الحلوه دخيلك بقى مشان هيك يعني عم نعمل هلا نهار الاحد عندنا بروجرام كثير حلو نجحنا فيه السنه الماضيه اللي هو بنسميه نحن فاميلي داي بامتياز كله عائله فعلا كنا كمان مفاجئين من بيروت من صور من طرابلس فعلا عندنا ناس يعني حطينا شخص مخصوص يرد على الفيسبوك على السوشيال ميديا يعني كنا حابين نعمل برنامج تثقيفي ثقافي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله اذا بنحب نتعاون نحن وياكم كمان مع النمانه يا اهلا وسهلا نعمل شيء كمان افكار ما عندنا اياها ممكن ما عندنا اياها نحن منفتحين على الكل ونتقبل كمان شو بيقولوا ادفايسز من الجميع نعم اكيد خاصه انه لما بيكون المكان حلو لما بيكون فيها الحماس كمان عند الاشخاص المنظمين ممكن اكيد يتطور اكثر واكثر سنه بعد سنه هون كمان ميشيل لحتى نحكي عن الموضوع يعني مثل ما قلنا الغابة حلوة النشاط اللي عم تقوموا فيه يعني بلشتوا فيه امبارح اللي هو الكواكب والقمر وغيرها وايضا التركيز على العائلة يعني هون بنشوف هل عم بيكون في تأمين كمان لوسائل نقل مثلا من بيروت او من المناطق لحتى يقدروا يطلعوا مثلا هو نحن أمننا وسائل نقل خصيصا امبارح هو كان للستار جايزين من حرمي الجامعة الأمريكية اللبنانية بجبال وبيروت هاو ايفر يعني ما كثير كنا قادرين قد ما كان عن جد الطلب كثير كبير على هذا ما كنا عم نقدر نأمن باصات عن جد هائلة للعالم بقى تطلع لانه عن جد يعني امبارح عدد كان هائل ما كان متوقع هالقد للستار جايزنج يعني مثل ما كنت اذا بدي ارجع اذكر بلشنا بال 2016 يمكن بلشنا بنهارين التوتل تبع نهارين كانوا 500 شخص السنه الماضيه وصلنا ل 8000 والسنه بالاول يوم 600 شخص يعني ما بعرف لقديش نهار الاحد رح نوصل والتوتل
بس مثل ما قلنا يعني السنه الماضيه كثير نجح معنا الاحد اللي هو فاميلي داي. نعم. ومسمينه السنه لانه اذا بدك السير نيم تبعنا هو اسكيب ذا مود، يعني هو اسكيب ذا مودرنيتي اللي نحن نعيش فيها البيت وبيروت وهيدا، يعني طالعين على محل اذا بدك خضار وبيئه وهيك، يعني شيء كثير وهيدا بنشتاق له وبنفتقد له يعني للاسف، مثل ما عم بتقول يعني هيدا لانه شيء نحن غرقانين مثل ما بيقولوا بهي الامور والعمار وكل هالاشياء اللي هيك بيتون خلص بدنا خضار بقى وبدنا محافظه على البيئه. أنا بجرب أعمل كل المقابلات لنشتغل شيء بالنعصة. مرات بحتال هيك على الناس إنه مش قادر أنزل على بيروت وما معي سيارة إتسترا ليطلعوا لفوق. إيه بذكر سنة قديش بتبعد عن بيروت شبنيه؟ 23 كيلومتر من الحزمية. من الحزمية، أوكي. ومنا بعيدة، هلا ناس بتقول لك بعيدة وجابة خلينا نروح. بيعتلوا هم لأنه بس بيعتلوا هم. عشان هيك أنا عم بقول منا بعيدة أبدا، منا بعيدة أبدا. بدي أذكر حادثة صارت معنا السنة الماضية مع شركة ما رح اذكر اسمها لمشان دعيه. ما كانوا بدهم يجي يتعاونوا معنا، طلعوا مع ميشو، انا سبقوني شوي ميات على الحزمية، قلت لهم مرقوا على سوبر ماركت بشبنية خد قنينة مزهر، انا بس يشوف المنطقة الغابي بده يتفاجئ. عن جد بس وصلت لفوق قال لي قنينة ما بتكفي. بدي قنينتين قد ما عجبته الغابة، فعلا ساحرة غير بسحر. هلا نحن نو وندر انه مغرومين فيها. ايه هلا انتوا ابناء المنطقه يعني. ابناء الضيعه كمان. ايه مغرومين فيها. كل اللي عم يشتغلوا بالفستيفال كلهم ابناء المنطقه. ايه بدي اشكرهم. مع انه انت مقيم بالمانيا مثل كانه فهمت منك. مقيم بالمانيا. بس هل قد متعلق بالمنطقه؟ شقفي مني هونيك والشقفي يعني مقسوم. الشقفي الاكبر هون؟ الشقفي الاكبر بلبنان؟ لا هونيك عندي اولادي بس عندي غرام. ايه. بدي اشكر معلش اسمحي لي. كل اللي عم يشتغلوا معنا بدون ما نسمي اسامي وننسى حدا، كل الشباب اللي خالصين الجامعات واللي بعدهم بالجامعات، يعني عندنا نحن بالجروب حوالي شي 30 35 شخص، حتى كل اللي شاركوا في منهم دعمونا بالمشاركه. نعم. واللي عم يعرضوا كمان عم يدعمونا وينجحوا الايفنت يعني هذا بنشكرهم لانه هن العمود الفقري تبع الايفنت. اكيد اكيد. وبدونهم نحن ما اكيد ما بننجح. نحن كثير مبسوطين فعلا بوجودكم معنا لانه مثل ما هيك اليوم عم نقول انه المنافسه كبيره، بس الحلو انه مهرجان شبنيه عم بيكون مختلف كمان بعدد كثير كبير من انشطته. صحيح. والسنه المقبله ان شاء الله ناطرين نشاط ثقافي كمان. وبدنا افكار منكم كمان. اكيد. نعطيكم بشيء كثير حلو السنه الجايه. ما هيك. بلاش نحضر فيه من هلا. بلاش نحضر. يلا اصلا من الليله للاحد اكيد النشاطات كثير حلوه، اكيد مدعي الجميع يطلعوا يزوروا شبنيه لانه هي عن جد منطقه كثير حلوه مثل ما قلتوا غابة ساحرة بس ساحرة حلوة، ساحرة مهضومة. ساحرة إيجابية. ساحرة إيجابية. شكرا كثير إلي وميشيل، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. أنا بتشكرك. ابتداء من اليوم الساعة 4 فإذا ناطرينكم فوق جميعا، معزومين بدون استثناء. كل يوم الساعة 4 من اليوم للأحد يعني بكرة وبعده. صح صحيح. والفاميلي داي كمان. لا الأحد رح نجرب نعملها أبكر شوي. ما هيك والأكل موجود فإذا يطلعوا يقضوا كل النهار. كل شيء. والخيام موجودة كمان، طلعوا خيموا وناموا. ونحن موجودين فوق. أكيد. بالخدمة نحن موجودين. يا اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، خليكم معنا.